السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله طبعا يوم من ايام رمضان، بس الفيديو نزل متأخر شوية. هنعمل مع بعض سمك مقلي ورز صيادية وسمك بصلصة. بدأنا يومنا كده، بنغلي لبن وضربت طماطم في الخلاط وبشرت بصل. طبعا هنشوف مع بعض الحاجات دي هعمل بيها ايه. وطبعا خلصت المواعين زي ما بوريكوا كده. طبعا البصل والطماطم دي هسبك تسبيكة كده، يعني لقيت شوية طماطم زيادة عندي فقلت اسبكهم واحطهم في كيس. بشرت كام بصلة كده، حوالي 4 بصلات كبار، وضربت كل الطماطم اللي عندي. وهنا بغلي اللبن طبعا للبلح، بعمل بيه التمر اللي هنشربه يعني نكتر عليه. هنا الطماطم اصفرت معايا، رحت نازلة البصل، ولا ايه؟ البصل اصفر معايا فنزلت عليه بالطماطم، وهحط اللي في الدورق كمان. التسبيكة دي هتنفعني بقى في ان طبعا هعمل ان شاء الله سمك مقلي وهعمل سمك بصلصة. هاخد من التسبيكة دي، انا عاملة كمية كبيرة فهاخد منها السمك بصلصة اللي حضرتك نعمله، والباقي هشيلهم مثلا كيس او كيسين هيتشالوا بقى لطبخة مكرونات، اي طبخة انت عايزة تعمليها، طبخة كفتة مثلا بالرز تنفع لحاجات كتيرة جدا، او مكرونة تعملي مكرونة على بعضها. بس انا للأمانة يعني انا بصفي الطماطم اللي بعصرها للمكرونة دايما بصفيها عشان ما بحبش التفل بتاعها. هنا ان شاء الله بقى زوجي جه، من كان رايح يجيب لي سمك فجاء وجاب لي سمك، بس طبعا الراجل ما نضفوش كويس، نقيله له ننضفه لان المقص بيتعب صوابعي. هو فتحه وشال اللي فيه بس ما نضفوش كويس، فانا برجع عليه وبشيل الراس بتاعته كده من قدام وبجلخه كويس، وطبعا من جوه بنضفه كويس بالملح، وبشيل طبعا الزوايد اللي فيه. بس هو شال لي كتر خيره، وشال لي الشوك اللي هو بيبقى تقيل على صوابعي ما بقدرش اتحكم في المقص بيه، يعني هنعيد عليه طبعا نظافة تاني. وهنا التسبيكة كانت شغالة معانا، هتشوفوها دلوقتي اهي، هنا اتسبكت خالص وبطفي عليها لحين استخدامها. هنا نضفت السمك وحطيت عليه ملح وليمون، جلخته كويس وقطعت الراس بتاعته ونضفته من جوه، وحطيت عليه يعني كام ليمونة كده عشان تضيع الزفارة. وهنا خلاص التسبيكة اتسبكت معايا، بطفي عليها. هنا عملت توم للسمك، ملح وتوم وكمون، وطبعا بحط في السمك وبعدين بشيله على جنب كده، وبعدين هنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي. كل سمكية كده بحط فيها حتة توم من اللي انا عاملاها ملح وكمون دي، بفردها فيها من جوه. وطبعا العلبة اللي جنبي دي كنت حاطة فيها دقيق عشان ما نطورش على البوتاجاز، طبعا يوم السمك ده كلنا البوتاجاز بيبوظ يعني. الله المستعان. هنا بعد الاكل بيخلص بقى بننضف الحوض والبوتاجاز. هنا حطيت الطاسة ببدر السمك، بمضر السمك بالدقيق كويس، وبحط في الطاسة اللي انا حطها على الزيت. انا اسفة، بحط في الطاسة اللي انا حطها على البوتاجاز، حاطة فيها زيت طبعا. مش عارفة الصيام طبعا عامل عمايله مع الواحد، الواحد بيلخبط شوية.
هنا بحط 2 2 طبعا على قد الطاسة اللي معايا، والباقي هنا مطومة، والباقي هنا حاطة في الدقيق. هنا بعمل بصلة عشان هعمل بيها الرز، قطعت بصلتين كده حلوين، هعمل رز صيادية مع السمك. كل مرة بنعمل رز أبيض، بس المرة دي اخترت أعمل رز صيادية، تغيير يعني في الأكل. يعني مرة ننوع رز بشعرية، رز أبيض، رز صيادية، فتغيير حلو في الأكل بقى. مع ان ولادي اعترضوا عليه لما شافوه، بس لما دقوه لقوه ان طعمه حلو. لما دقوه لقوا طعمه حلو الحمد لله، وعجبهم الرز الصيادية. طبعا انا بعمله بس مش كتير، مش زي الرز الابيض او مش زي الرز بشعرية، بعمله على فترات يعني متباعدة. هنا حطيت سمك تاني، وهنا بقى بعمل الرز. حطيت البصلتين اللي انا قطعتهم، وحطيت حبة زيت، بقلبهم كده وافضل معاهم لحد. طبعا حطيت معاهم حبة ملح صغيرين عشان يعني يدبل البصل بسرعة. وهنا دبل معايا، وطبعا خد لون اللي انا عايزاه البني. نزلت عليه بالمية، غسلت الرز وصفيته من المية، ونزلته على المية بالتقلية اللي انا عملتها، حطيت الملح بتاعه. وهنا عملت السمك بالصلصة، طبعا خدت جزء من الصلصة، طبعا حطيت الباقي في اكياس، واستعملت الصلصة اللي في الحلة نفسها يعني اللي انا سبكت فيها عشان ما اوسخش مواعين تاني بس. والسمك اتقلى معايا والحمد لله. وهنا حطيت السمك، وهنا بوريكم بقى عملت سلطة خضراء. خلصنا الاكل بتاعنا الحمد لله، الرز الصيادية والسمك المقلي والسلطة خضراء، وكان فيه بلح باللبن وسوبيا بس فطروا طبعا. وفي ناس بتفطر ايه، خلاص كده وبالهنا والشفا الحمد لله. هنا عملت التسبيكة، عبيتها في كيسين، تنفعني المكرونة لأي حاجة. وأشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين.